أولا أقول إن كانت هناك مسيرة للمكلة، نعم، ومسيرة أخرى في الشهر احتفالا وابتهاجا للعيد الوطني المجيد، تم قمعها ومنعها من قبل أدوات أبو ظبي والحاكم العام الإماراتي في ساحل حضرموت. هذه معلومة. نحن من سيخرجون سيحتفلون بعيد الاستقلال، لماذا يمنعهم من الاحتفال الشعب بعيد استقلاله؟ السلطة القائمة لم تحتفل، وسنرى بعد يومين تحديدا في 2 ديسمبر تبتهج المكلة والشحر وحضرموت الساحل احتفالا وابتهاجا للعيد الوطني لدويلة أبو ظبي. يا عزيزي، إن من هم على رأس السلطة في المحافظات الجنوبية، وأنا أقولها ما بين قوسين، المدلك الانتقالي، هم لا يمثلون الجنوب، هم عملاء أدوات لقمع وسلب حقوق الجنوبيين. أما من يقول، أنا استغرق على من يقول الأراضي المحررة، ما هي المعيار الأراضي المحررة؟ معيار الأراضي المحررة أن يكون أبناء الوطن يحكموها. لكن هذه ما يسموه الأراضي المحررة، هل السلطة القائمة تحكمها؟ هل هي تمتلك الموارد؟ هل تمتلك رواتب الميليشيات أو الجيش أو الكهرباء والماء هل هؤلاء من لم يجدوا الرواتب يستدوها من أبو ظبي والرياض يسمون أنفسهم محررين؟ من ماذا محررين؟ هنا مختلفين مع الحوثي في صنعاء. طيب فلنختلف، الحوثي يمني ونحن يمنيون في الجنوب، نحررها من من؟ إذا أنا بقول لك الأراضي المحررة، ما يدعون أنها أراضي محررة، هي أراضي مستعمرة. طيب. لا يمكن للسعودية ولا لأبو ظبي أن يكون لها قدرة على السيطرة على اليمن، فاليمن تاريخ وعزة وشموخ وإباء، لا يمكن أن يكون لهم سلطة. طيب الآن الوضع الاقتصادي إلا بهؤلاء الأدوات الرقيقة. طيب هذه واضحة، ويحملون عبارات أراضي محررة.